صرحت سهام بادي وزيرة المرأة اليوم أنه كان من الممكن إلغاء الاحتفالات بعيد المرأة هذا العام احتراما لأسر الشهداء اللي ما زالوا يعيشوا تحت وضع اللوعة والصدمة على فقدان أبنائهم. فيما أهدى مصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت احتفال عيد المرأة اليوم لنساء الجيش والأمن والديوانة. فقدنا من جيشنا الوطني وقد فقدنا من مناضلين شهداء، فأنا احتراما وتقديرا وإجلالا لهذه الأسر التي ما زالت تعاني شيء من اللوعة وشيء من الأسى، زوجات كنا أو أمهات أو بنات، عزفت حقيقة على الاحتفال بمثل هذا العيد في هذا الوضع الدقيق. لكن سأستعير جملة كان قد قالها لي سيد رئيس الجمهورية، قال لي مهما كانت الأوضاع في البلاد، لأننا لا يمكن أن لا نحتفل بعيد الاستقلال ولا يمكن أن لا نحتفل بعيد الجمهورية، قال لي بالحرف الواحد لا يمكن اليوم أن لا نحتفل بعيد المرأة. الاحتفال هذا سنهديه هذه السنة لنساء الأمن والجيش والديوانة. مش معناها اللي احنا بالنسبة لنا يعني النساء الآخرين ما عندهمش، لا، لكن هذه السنة بالضبط الظروف. اليوم الجيش التونسي منهك، أنهكناه احنا السلطة السياسية، أنهكناه لثلاث سنوات وهو مرابط يحمي المؤسسات، يحمي الطرقات، يحمي كذا، مرابط، وأرهقنا رجاله وأرهقنا النساء، أرهقنا الزوجات، أرهقنا البنات اللي ما عادش يشوفوا بهم، أرهقنا الأمهات. اليوم الجيش التونسي قاعد يدفع في ضريبة باهظة. اليوم فعلا أنا يعني مرة أخرى أترحم على الشهداء وأتقدم بكل التعازي للنساء اللي اليوم همش فرحانين معنا، الأمهات، الأخوات، البنات، لا من كيف كيف ديوانة كيف كيف. من جهة أخرى أكد مصف المرزوقي على وجود ظلم وحيف سياسي على المرأة، وخير دليل على ذلك تشكيلة الحكومة إضافة إلى الفقر والعنف والجهل. ثم ظلم وحيف سياسي على المرأة، كنت نتمنى أن الحكومة تكون فيها 30% من النساء، وإن شاء الله في الحكومات المقبلة تكون فيها 30% من النساء، وإن شاء الله أن البرلمان المقبل يكون فيه 50% من النساء. لكن رغم كل شيء نقول اللي المعركة الحقيقية هي معركة محاربة الفقر، محاربة الظلم، محاربة العنف ضد المرأة، وهذه هي معركة مجتمعية. المعركة الآن هي معركة تحرير الإنسان ذكرا أو أنثى. هذا وتم اليوم تكريم نساء من سلك العمل الاجتماعي والديوان، من بينهم زوز فتيات يمثلوا أول امرأة مختصة في قيادة باخرة حربية وأخرى مختصة في ميكانيكا البحرية التجارية. ملازم أول بالبحرية التونسية، أول امرأة قائد باخرة عسكرية.